العمل الأكاديمي لقيادة أكبر صرح تعليمي للفنون في مصر، مشوار حافل للدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون. بدأت رحلتها بقسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما، واختارت أفلام السيرة الذاتية لتكون أطروحتها للدكتوراه، وطريقها لتكون أصغر عميدة للمعهد العالي للسينما ثم نائبا لرئيس أكاديمية الفنون. وعلى الساحة المهنية شغلت الدكتورة غادة منصب وكيل نقابة المهن السينمائية، وخلال عملها بأكاديمية الفنون رعت إبداعات طلاب معهد السينما وقدمتها للمهرجانات، ونظمت لهذا الغرض مهرجان أبو الهول السينمائي الدولي المخصص لأفلام طلاب أكاديميات السينما حول العالم. الدكتورة غادة جبارة وجه مصري بارز وتمثيل مشرف في لجان تحكيم مهرجانات السينما المحلية والدولية.